السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. في بداية الفيديو ده خلينا نتفق اتفاق، المعلومة اللي هنقولها النهاردة في الفيديو ده لو انت ما تعرفهاش بعد ما تعرفها اعمل للفيديو شير علشان غيرك يعرفها، وتكون انت سبب في ان غيرك يعرف معلومة في دينه، فالله المستعان. واوعى تنسى طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعل. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان قاعد ودخل اعرابي عليه وقال له يا ابا بكر وفاكهة وابا، اما الفاكهة فعرفناها يا ابا بكر فما هو الأب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعرف. أنا معرفش، بكل سهولة وبكل بساطة، وما تكبرش صديق هذه الأمة إن هو يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى كلمة ما يعرفهاش. فما هو الأب المذكور في الآية؟ وفاكهة وأبا، أما الفاكهة فهي حلو طعام للإنسان، وأما الأب فهو حلو الحشائش للبهائم أو أكثرها انتشارا. كلها تفاسير، يعني كل دي تفاسير اتفسرت في الآية دي. الفاكهة هي الحلو من الخضروات للإنسان، أما الأب فهو الحلو من الحشائش للبهائم. وفي بعض التفاسير قالوا ان هو البرسيم، لان البرسيم يعتبر احسن نوع حشائش للبهائم كما جاء في بعض التفاسير. بس كده سيدي، انا والله قبل الفيديو ده ما كنتش اعرف معنى الكلمة دي خالص، وكنت بعدي عليها وكانت بتعدي على وداني كده، مش يعني لا القي لها بالا، مش يعني ما بديهاش اهتمام. فقولوا لي ايه رأيكم نركز في الحتة دي ونجيب كلمات في القرآن بنسمعها كتير وبنقرأ كتير ولكن ما نعرفش معناها، ونبدأ نعرف بعض ونتعلم مع بعض مع معاني الكلمات دي، ولا شكرا على كده؟ هستنى ردكم تحت في الكومنتات. واوعى تنسى الوعد اللي انت وعدتهولي في اول الفيديو، لو ما كنتش تعرف المعلومة دي اعمل شير علشان كل اللي عندك يعرفوا المعلومة دي بسبب. اوعى تنسى وردك اليومي من القرآن، اوعى تنسى صيام اثنين وخميس اقتداءا بسيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تنسى قيام الليل كل يوم ولو ركعة واحدة بس قبل ما تنام. اشوفك بكرة ان شاء الله في فيديو جديد، يلا بحبك في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.